هل يجوز للمسلمة تقبيل يدي الوالدين ولو كان لا يصليان وذلك في يوم العيد مثلا؟ إذا كان لا يصليان الأمر خطير جدا، وترك الصلاة متعمدا كفر بالله عز وجل كما جاء في الأحاديث. فإن كان تارك الصلاة لا يرى وجوبها هذا كفر مخرج من الملة باتفاق أهل العلم، وإن كان يرى وجوبها ولكنه تكاسل عنها هذا محل خلاف، والصحيح أنه مثل الأول أنه كافر الكفر الأكبر بالأدلة من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة مطلقا، ولأنه لا يتركها ويداوم على تركها إلا من هو جاحد لوجوبها، لو كان يراها واجبة لما تركها. وإذا حكمنا بكفره ولم يقبل النصيحة ولم يقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستمر على ترك الصلاة فإنه يجب هجره، بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فلا تجوز محبة المسلم لا لأولاده ولا لغيره ما دام أنه محاد لله ولرسوله. ولكن بر الولد بوالده لا ينقطع ولو مع الكفر، قوله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة اتبع سبيل من أناب إليه. فيبر بوالديه ولو كان كافرين، بمعنى أنه يحسن إليهما وينفق إليهما، وأما المحبة في القلب فلا يحبهما بقلبه، ولكنه يحسن إليهما بالإنفاق وبالقضاء حوائجهما. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تقبيل اليد في يوم العيد بالذات ماذا عنه الشيخ؟ إذا كان هذا المحبة إن هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولكن إذا بدأ هو بسلام فإنه يرد عليه السلام. نعم، إذا بدأ الوالدان مثلا هؤلاء الذين لا يصليان. نعم، إذا بدأ الكافر المسلم بسلام فإن المسلم يرد عليه. طيب، نعم، والابن تجاه هذين الوالدين يبدأهما بالسلام أو لا؟ إذا كان يرجو من سلامه عليهما وزيارته لهما أن يتقبل النصيحة وأن يؤثر عليهما، نعم فيبدأهما بالسلام. أما إذا كان لا يقبل النصيحة ويصران على ترك الصلاة وعلى محبة الله ورسوله فلا يبدأهما بالسلام. وأما قول إبراهيم عليه السلام: سلام عليك أستغفر لك ربي، هذا قال ليس سلام تحية وإنما هو سلام متاركة، مثل قوله تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا سلام متاركة. جزاكم الله خيرا.